جائزة التميز والإبداع في الدراما، الفنان محمد علي رزق. في نجوم كده ساعات بتعمل أدوار السهل الممتنع، اللي هو تحس إن الدور سهل بس مش سهل. مساء الخير على حضراتكم. في البداية طبعا أنا مبسوط إن أنا بتكرم في وسطكم. شكرا مجموعة وشوشة، شكرا أستاذ علاء الكحكي صديقي وأخويا أحمد الهواري عشرة عمري. أنا أول مرة أتكرم في حياتي، فاسمحوا لي بالمناسبة دي إن أنا أشكر أكتر حد وقف في ظهري، أمي ربنا يبارك لي في صحتها، وبهديها الجايزة دي هي ومراتي، ربنا يخليكم ليا. شكرا. أفضل مطربة شعبية باستفتاء الجمهور في 2023. شركة دريم تاون بتقدم جنيه ذهب للنجمة بوسي. مساء الخير على أحلى ناس وأحلى زمايل في الدنيا. الموقف ده بيخلي الواحد مش عارف يتكلم، مش عارف يقول، في حاجات كتير والواحد بتبقى في قلبه بس ما بيعرفش يعبر عنها. وكل اللي أقدر أقوله إن أنا بحمد ربنا على كل خطوة وصلت لها، وبشكر كل واحد وقف معايا ووصلت للي أنا فيه. وحب الناس ده أكبر نعمة من عند ربنا، وكفاية إن فيه في ظهري ناس بتحبني وبتشجعني على النجاح، بتعديكي من أي موقف صعب بيمر فيه في حياتك. وطبعا زملاتي اللي ليهم فضل كبير قوي، إذا كان ملحنين، مؤلفين، موزعين، مطربين، وقفوا معايا وعملت معهم أحلى شغل ممكن أي حد يشتغله. بشكرهم بجد وبحبهم قوي وبتمنى لهم كل حاجة كويسة. وطبعا بشكر أخويا الكبير مدير أعمالي أستاذ محمد فؤاد على وقفته معايا ودايماً مساندني وفي ظهري. وأنا مش مجرد فنانة بيشتغل معها، لا، أنا أخته الصغيرة في معزة بنته. وطبعاً بشكر أولاً وأخيراً ربنا، ثم أمي الله يرحمها اللي لها كانت سبب كبير قوي في اللي أنا وصلت له وإن أنا حبيت المهنة دي. وبشكركم وبشكر أحمد أخويا وصاحبي وحبيبي وعشرة عمر، وبشكر كل القائمين على المهرجان، وبجد ممتنة ليكم جدا جدا، وبشكركم على الحفلة الجميلة دي. ألف شكر وألف مبروك للمجازين.